خويا موسى والله لا شاهيش ولادي، والله لا شاهي كي نمسها كيما ها، نحاول نشوف ملامح تاعو غنمس متوحش من حوز نشوف ولادي، ولكن الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وصحة صيامكم وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. اليوم موضوع اللي رانا راح نتكلموا عليه هو موضوع إنساني، الموضوع اللي كامل شاهدناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للأسف حالة محمد توتي اللي تعرض للحادث سنة 2015. كان هذا الحادث تسبب في فقدان الحبيبتين اللي هما طبعا العينين، اليوم راه يعاني في صمت، وكان جول عبر مستشفيات الوطن، ولكن الأطباء كانوا نصحوه بإجراء عملية جراحية خارج أرض الوطن. هذه العملية اللي تتقدر بمبلغ 200 مليون سنتيم. اليوم حبينا نجدكم نجدو حباب الخير، حباب ربي، ناس اللي دائما تسعى للخير، حبينا نوصل لكم هذا الصرخة، هذا النداء تاع محمد التوتي اللي من ولاية الجلفة طبعا، اللي هو ساكن في حي القطب الحضري هو اللي بومدين. اليوم حالته راهي من سوء الأسوأ. احنا نتمناو من جميع الناس هذه اللي راه تشارك في هذه الحاله، نتمناو منها ان شاء الله نديروا اليد في اليد ونعاونوا خونا ان شاء الله وتعاود ترجع الابتسامه المحياه. اليوم ولاته كما شفناها من قبل من خلال القنوات التلفزيونيه يعانوا من معاناة الوالدة تاعهم، ربي يشفيها إن شاء الله، وكذلك من المعاناة المعيشية. أنا من نتمنى لا كسوة لا حتى، أنا نتمنى يا بابا يسعف في هذا العشر الأواخر، وأنا نطلب من ربي والشعب الجزائري أنهم يعانوا. معكم محمد تواتي من ولاية جلفاء. أنا تعرضت للحادث في 2015 بسبب الطامين آلة القص معادن، طرد قلت عليا في ذاك الوقت تخدم لاباس عليا نخدم ماسو، أنا من ذاك الوقت اليومين هذا راني في معاناة، راني نشوف لما ما نشوفش كاع، ما الدنيا ما نشوفي ولاد الواحد ما نشوفيهم، دارهم ما نشوفيه، محمد في معاناة منذ سنة 2015 اليومين هذا وأنت زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.